فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لي ابن عمره 4 سنوات ونصف، وأعلمه القرآن في البيت لكنه لا يحفظ. سؤاله: هل يجوز لي أن أجلده جلدا غير مبرح وهو 4 سنوات ونصف؟ نعم. هذا ما يعرف التعليم. إذا بلغ سن التمييز يعني 7 سنوات علمه، أما 4 سنوات ونصف، 4 سنوات هذا تعذيب له ولا يستفيد. نعم.